سئلتي سؤال مغرض. عن تمثيلك في مصر وإنك بقالك فترة طويلة ما اشتغلتيش في مصر، وهل جماهيريتك وشهرتك قلت مؤخراً لأنك بطلتي تشتغلي في مصر؟ قلتي هرجع أشتغل في مصر وأقعدهم في البيت، لو رجعت هيقعدوا في البيت. لا. واتخذت عليكي، اتحسبت عليكي. اتحسبت عليا واعتذرت. هو السؤال ما كانش يعني ما كان على الممثلين المصريين، هو سألني إنه أنت بالفترة يلي بعد أسمهان، بعد كليوباترا، كان في عندك عقود كتير، كنا بنسمع إنه أنت عندك كتير أعمال، وهي الفترة الذهبية يعني. فقال لي إنه هي النجومية وهي الشعبية والعقود اللي صارت أنت تركتيها ورجعتي بلدك بالفترة الصعبة. فإجوا نجوم، إجوا نجمات عربيات، وليكوا الموجود الصحفي وحرام يعني حرام حكى، بس ما كان حدا يسمعه وقت أبدا. قال إنه في نجمات عربيات إجوا وحاولوا إنه هن يحطوا سلاف على الرف، عرفتي كيف؟ فالسؤال كان قاسي مش حلوة. قاسي شوي، مش حلوة، قاسي شوي. فأنا قلت له إنه لا، أنا لو كنت بقيت وقتها ما كنت هلأ، مو أنا لو رجعت هلأ أنا ما رح خلي الناس تقعد ببيتها، معاذ الله. أنا وقتها قلت إنه أنا لو وقتها كنت بقيت، وجميع بتوقع إنه في كم كبير من المخرجين والمنتجين المصريين بيعرفوا تماماً هديك الفترة كم النصوص وكم العقود وعقود الاحتكار اللي كانت عندي، وكل الناس بتعرف. تندمي على ده؟ على شو؟ على الفترة دي إنك ما استغلتيهاش أو إنها ما استمرتش، ما طولتش، ما كملتش. ناس كتير بتلومني عليا. يمكن لو فكرت بتلومي نفسك؟ أنا ما بحب لوم نفسي، بس يمكن لو فكرت بخيار فردي، بالخلاص الفردي إلي، أكيد أنا بقولك أنا ندمانة لأنه كانت قدامي الدنيا وردية جداً. بس بهديك اللحظة ما فكرت بخلاصي الفردي، فكرت بخلاصي الجماعي، إني أنا منتمية لمكان أنا من واجب يكون فيه بتعبه. لما كان بأوجه وإن شاء الله بيرجع، أنا كنت كمان بأوجي بكل مكان، لأنه أنا باخذ القوة تبعي من منبتي. بس الدنيا خيارات، خيارات حقيقي، الدنيا خيارات حقيقي. وأنا هاد كان خيار. من خياراتك إنك مش هتشتغلي مسلسلات تركي معربة. صح. ليه؟ ما بتشبهنا. طب ما كتير منها قصص بتهمنا، زي قصص السلاطين مثلا والحكم العثماني. عندنا قصص أحلى في التاريخ وفي الواقع. مجتمعنا فيه كتير قصص. ده موقف سياسي؟ لا خالص. لا، ليه سياسي؟ أنا ممكن أشتغل مسلسل بالصين لو هذا الشيء لامسني. بس حس إني أنا مصدقة، حس إنه أنا ما عندي يعني هذا العدد الحلقات اللي بيخليني أنا مستهلكة. إني أنا عم مثل شيء بيخصني أنا. هذا الشيء مو بس إنه عمل معرب، يعني حتى لو عمل سوري وما حسيته بيخصني، أو عمل مصري وما كان حسيته بيخصني أو بيخص كل امرأة فينا، ما بحس إنه هذا الشيء ممكن يغريني. أنا بدي استمتع. أنا إذا ما هي المهنة اللي بعشقها وبحبها، بكره أكون موظفة، بكره أني أقول حوار وصور وألبس ثياب بس. لا، أنا إنسانة عندي مشروع.